مرحبا بكم متتبعين قناة عبير على دبات مباشر مباشرة من مدينة أكادير. اليوم معنا الفنانة خديجة سكارين، غادي تهضر لنا شوية على الحادثة اللي وقع لها وسط مسلسل بابا علي. بشوية عليك أختي، ماشي بالشفاء. أختي خديجة مرحبا بك على قناة عبير، مرحبا بكم انتم عندي، الله يبارك. مرحبا بكم. اليوم زينا عندك نشوفوا الحالة ديالك وتهضر لينا شوية على هاد الحادثة، ايوا شنو نقول لكم، الحالة وقبل ديالي تعرفنا على راسك بعدا ايوا. باش انا تعرف عليك. خديجة سكرين، ممثلة. انا ممثلة، واخا قلنا كنقصد أنا ممثلة مغربية، امازيغية ولكن ممثلة. مغربية، شاركتي في عدد الأفلام. الحمد لله، شاركت في العديد من الافلام الامازيغيه ولا حتى الناطقه بالدارجه، وكان اخرها حياه اللي كان مع ابتسام تسكات اللي دازت في ام بي سي 5، وفا شاهد يمكن ما دابا عاد غيدوز في ام بي سي 5. واللي كنت الحمد لله بصدد غادي نصور بابا علي الجزء الثاني بعد ما عرفوا لي الناس في اعمال كثيره، ولكن بعد ما هذاك الدور ديال منهيرة، الشخصية اليهودية اللي جسدته في الجزء الأول، لقى إحسان وحب كبير من عند الناس. والحمد لله كنا بصدد تسجيل الجزء الثاني، لأن بما أن الجزء الأول الحمد لله نجح يعني بزاف، فتعطينا فرصة نديرو الجزء الثاني. كنت يلا غنبدا التصوير، فوقع لي حادث يعني اثناء التصوير، طحت واحد الطيحه خايبه بزاف، وبقى لي كسر في لا غوتول ديال الركبه. ها هي هنايا لا غوتول، ايوا. واضطريت نتوقف عند التصوير طبعا، لان كيفاش وقعت الحديثة الختي؟ صراحه انا بيني وبين راسي يعني ماشي شي حادثه تسير، ماشي طحت في شي بلاصه. كان واحد البلاصه كنا كنفطروا فيها حنا والاخوان في التصوير، وكان واحد البلاصه فيها بحال خصه، وانا ما شفتهاش يعني، جيت شويه بالجهد وما شفتهاش، ما رديتش فيها البال، وانا طيح فوسط منها بواحد الطيحه خايبه، طحت على وجهي، ولكن الحمد لله ربي يحفظني يعني ما هذا. ولكن داك الثقل كله ديال الجسم ديالي طاح على هذيك الركبه، فانا حسيت يعني بداك المجهد داك الوقيته، حسيت باللي رجليا، حسيت ملي درت يدي في الركبه حسيت بها كانت مفروقه، يعني كنحس بها مفروقه. ايوا هذوك الساعات صافي يعني، انا كنت كنقول يمكن لا راه غير تحيدات ليا براسها داك لا غوتور يمكن، ولكن جا المونتاج قال لي لا، دا قال لهم دابا تهزوها في لومبيلونس، ما كاين لا هذه لا ديك، انا كنت باغا نخدم. انت ما انت مهرسه تحتي وبغيتي الحب ديال المهنه ديالنا، ما سبحان الله، عادي كنت باغا نخدم يعني. تخيل، لان هذاك النهار الاثنين كان عندي نهار مشارجي ديالي يعني، كل لا سيكونس انا فيهم، وما بغيتش يعني، بحال لا تخيل، بحال ما فكرتش في صحتي، كنت باغا نخدم يعني، باغا نخدم. وقال لي المونتاج لا ما غاديش تخدمي، غادي دابا تتسنى يجيبوا لومبيلونس، نديوك بعدا نشوفوا في مراكش شنو كاين. وبالفعل جات لومبيلونس، الحمد لله ما تعطلات، لان هذاك بعدك ثلاثني يعقوب، لان كنا نصور في جوكاك، وكنا في ثلاثني يعقوب كاينه لومبيلونس، الحمد لله ما تاخرتش عليا، وجات داتني. وكانت الصدمه ملي داروا لي الراديو، لقاو بلي لا غوتيل عندي فريمون مهرسه مهرسه مشتته،
دونك اضطروا باش يديروا ليه عمليه، يعني حلوه نيت باش يجمعوه. يجمعوا هذيك الشكوى. ايوا دابا راه هاني كنعيش ايام ديال شويه ديال العدم. ما كتقدري تحركي الرجل؟ لا عندي الالام، يعني الالام ما تنقدرش نتحرك وما يمكنش نتحرك، يعني ما غادي خصني نبدا الترويض ان شاء الله من دابا اسبوع، لان دابا هذه اسبوع باش طحت. وهذا الشيء اللي كاين. والدور ديالك في مسلسل؟ ما عرفتش، يعني ما عنديش اجابه لهذا السؤال، لان بزاف الناس كيتسالوا واش غادي نكمل التصوير او لا. ما نقدرش نعطيهم حتى شي اجابه، لان هاد يلاه دابا اسبوع باش طحت، هما باقيين كيصوروا، مازال ما عنديش حتى هما مازال ما عارفينش، يعني هاد الساعه مازال، يعني الا كانت شي حاجه راه غادي يشوفوها، مازال ما تقدر تكون شي سيربريز ولا تقدر ما تكونش، ما عرفتش. ولكن كنظن بلي الا كان عندي شويه الجهد نقدر، الا ما كانش راه الله اعلم. واش عندك شي اعمال اخرين غير مسلسل بابا علي مع قريب رمضان؟ كاين لا دابا بوغ المومون ما كان عندي حتى شي حاجه اخرى. كانت عندي واحد العرض جاني على قبل واحد التليفيلم، ما كانش ممكن نخدم فيه لان غنخدم بابا علي. وكنت ساليت انا لا كنت ساليت داك التصوير ديال الحياه، لان تصورت تقريبا مده 5 شهور. فكنا كنت يعني كنا كنتسنى بابا علي بواحد الامل، بواحد ما تخيلش، يعني لان هذاك بابا علي بالنسبه لينا حنا سي نوت دوزيام فامي، يعني راه حنا كنا دوزناه داك العام وداك النجاح اللي وصل ليه، حسينا بلي هذاك بابا علي ديالنا ديالنا، فهمتي؟ ما فكنا غاديين بفرح وكنا غاديين، ولكن الحمد لله ما هذا الشيء، يمكن ربي اللي كيعرف الخير فين كان. اختي خديجه، بغيناك تكلم لينا شويه على البدايات ديالك، كاين شي الجمهور بغى يتعرف عليك. ايوا البدايات ديالي راه كانت من 2006 تقريبا، 2006 2007 فان ديال 2006 كنت بديت، غير اذا انا كنت كندير افون التياتر، يعني كنت كندير مسرح فاش كنت نقرا، ولكن قاطعت على هذاك الشيء مع الظروف ديال الحياه، الزواج والوليدات وداك الشيء. وملي رجعت يعني ما كنتش عمري ما كنت كنتخيل باللي انا غادي نرجع، يعني نوصل لهذا المستوى الحمد لله. كنت كنقول يمكن غير غنستعمل هذاك الشيء كهوايه، ما غاديش نوليها جو بروفيسيونيل. ورجعت بشويه، رجعت ديك الساعه البدايات ديالي كندير شي لقطات صغار، شي دور صغير، شي كنت كنخدم في اعمال ديال مع فوزي فيزيون، مع الناس كندير اعمال ديال الدارجه نيت والدور صغيره. ومن بعد بديت نهار غنتشهر الحمد لله في الامازيغيه، هو في 2014 كلاتيك هو كلاتيك، هو هذيك درت مسلسل عندي فيه البطوله، وبديت كنخدم الحمد لله شويه بشويه شويه بشويه، حنا كنزيدو. خدمتي اعمال بالدارجه؟ بالدارجه ايه، خدمت وخدمت مع تشفرج في قضيه العمر، مع مرض الخوضي، خدمت اعمال يعني بالدارجه الحمد لله مزيان. خدمت حديد الدان ذاك العام، ذاك العام نيت معنا ورده فيزيون، خدمت معاهم حديد الدان، وخدمت خدمت الحمد لله، ما خدمت ديغنيغمون في واحد الفيلم سينمائي مع سعيد قلاف، تائهون، اللي تعرض في السينما. الحمد لله. احنا واش عندك شي عمل اخر مغاير الفن؟ واش كدير شي؟ لا بوغ لو مو انا يعني تنكرس حياتي للفن، لان دابا ما بقيتش فقط كممثله، يعني دابا انا راه عضوه في النقابه ديال الفنانه اللي هي جهه تلوس، وعضوه في التعاضديه الوطنيه للفنان، لان هذا العام الحمد لله يعني راه دخلنا للانتخابات، وانا الحمد لله معاهم في المكتب. كتعرف بلي هذه مسؤوليه كبيره، انا كنتشرف بها، واخا هي راه تكليف كبير، ولكن كنتشرف بها، لان حسيت بلي كنديروا شي حاجه، لان الفنان المغربي ملي كيوصل لواحد مثلا الصحه هي كلشي، الصحه هي الحياه، وملي كتشوف الفنان المغربي تيبكي لان ما كاينش باش الدواء وما كاينش باش هذا، فاشنو كدير انت في هذا الميدان اصلا؟ التعاضديه شنو كتوفر للفنان؟ دابا هاد التعاضديه حنا درنا فيها امتيازات جداد، لي بريروغاتيف جداد للفنان، زدنا الحمد لله في لي طو ديال الغومبورسمون اللي كانت 70 ولا 80، زدنا بزاف ديال الامتيازات، يعني الحمد لله هذا المكتب الجديد اشتغل بزاف الفعاليات ديالو كلها، يعني ما جالسينش الدراري باش الفنان، هاد القانون الجديد وهاد الشيء، يعني باش يكون كله في صالح الفنان. فكاين عندنا بزاف تسهيلات للفنان، ما بقاش يتعذب الفنان باش انه يبدا يوجد الورق ديالو، يعني بسطنا في هذوك لي دوكيومون اللي غايجيب الورق. الفنان المغربي خصو ينخرط في التعاضد، لان قبل ما عرفتش كان يمكن شي حاجه، ولكن دابا راه ضروري
انا الفنان ملي تيطيح راه التعاضد ديالي خاصها تهزو. كنشوفو بزاف الفنانة كيتكرفصوا في اخرها. اي حيت بعدا كلا اكثريه ديالهم ما كيكونوش منخرطين، لان كان تيقول لك لا حنا ما كان هذا، ولكن دابا انا من هذا المنبر وانا مريضه وانا كنت عدت نقول لهم الفنانه المغاربه كلهم ينخرطوا، راه 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 ما كاينش ما احسن من التعاضد ديال، لان دابا ملي كطيح مثلا كتمشي الادويه ديالك كتخلص مثلا دابا كترد لك 80% في الادويه الطبيب، علاش ماشي 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 مزيانه؟ يعني راه دابا راه هذاك عهد جديد، يعني رجعوا الثقه ديالهم للتعاضديه ومشيو نخرطوا فيها. ان انا مني وجدي مجبد، لان احنا ملي دافعنا على التعاضديه دافعنا لان حتى احنا فنانه، لان حتى احنا غنستافدوا منها، فانا بغيت الفنانه كلهم نخرطوا. دونك انا كندير فهاد اللي قلتي لي شنو كتخدمي، قلت لك زعما بلي هذا انا هذا الشيء بالنسبه ليا وماشي ساهل بانك تكون عايش مثلا في اكادير وتخدم في كازا، ولكن حنا قدها وقدود، يعني الحمد لله كنكونوا موجودين تواجدين الحمد لله. كلمة أخيرة للجمهور ديالك. كلمة أخيرة، بغيت أولا وقبل كل شيء نشكر جميع الناس، جميع الناس، لأن أنا ما نقولش ما كذبش عليك أخويا، ملي طحت تعلمت بزاف د الحوايج وسقت الأخبار بزاف د الأمور اللي كنت كنتجاهلهم، ولكن ما تخيلش شحال حسيت بالحب ديال الناس وديال الفنانه كلهم بدون استثناء كانوا كيبكيو عليا، كيجوني دي زودو كيبكيو الناس. وهاد القضيه شوف، الا ما حبكش الله ما يحبوكش الناس. كاين الناس اللي كيقولوا الفن حرام ولا ماشي مزيان ولا، احنا ما كنديروش شي حاجه خايبه وعمرنا ما كنضروا حتى شي حد، احنا بحالنا بحال اي واحد، يعني خاص تعرف باللي احنا راه الناس ما بغاوش يفهموا بلي حنا راه بحالنا بحالهم، يعني راه الناس حيت دابا الناس العاديين كاين فيهم اللي متقي الله وكاين اللي لا وكاين اللي وحتى الفنان هما هذوك راه بحال بحالو، يعني ما تحكموش على الفنان بلي راه انسان غريب ولا، بالعكس الفنان هو اللي تكون عنده روح طيبه وكيكون كيحن الرسائل ديالكم. فانا بغيت نشكر جميع الناس بدون استثناء اللي سولوا فيا واللي بكاو عليا، لان حتى الدراري والاخوان اللي كانوا معايا في بابا علي بكاو عليا، يعني كاطفال ما عمري ما غنسى هذا الشيء، وعرفت بلي هما الناس طيبين، يعني ما دي فوا قبل ما كانش عندنا علاقات، كتقول انا الزملاء ديالي في لو طراواي، ولكن ما كناش يعني صافي، يعني كتحاول لان عارف انت كل ميدان تيكون مثلا فيه كاين الناس ما كتفاهمش ولا دوك النزاعات، ولا نزاعات ولا كتكون حتى كتعطي التقار. مي انا في هاد المرض ديالي حسيت بدوك الناس شحال طيبين، يعني والله القسم كلشي ما نقولش لك، لا شركه الانتاج ما نكذبش عليك، يعني مراه ربي شاهد شركه الانتاج داكشي داروا معايا بحال اختهم اللي طاحت، يعني ماشي فنانه ولا ممثله، ما كانوش نهائيا عمليين، كانوا انسانيين، كانوا تيقول لي خديجه ما تهزي لها شي حاجه، عارفه خديجه لو بانيك با تيعيطوا ليا، لان كانت ممكن الشركه دير علي عليها فقط حتى انا اكسيدون دو طرافاي، وكان ممكن يديروا شغلهم ويتكلفوا بيا ويدوني الكلينيك، ولكن لا كانوا خوتي كيتعاملوا معايا وكيعيطوا ليا، والسيد اللي معايا العالي من هذا المنبر اكجيو بغيت نشكره، لان هذاك السيد اكتشفت فيه واحد الطيبوبه لا مثيل لها، كان معايا مسكين من نهار طحت حتى مشيت حسن زكي كيعيط ليا طول طون، كيقول لي ني بانيك با، الحاج العربي مسكين حتى هو كيعيط لي كيقول لي بنتي الله يرضي عليك ما تخافي والو، المخرج مصطفى الشاور حتى هو دخل عليا، الممثلين امينه شاوي جات هي ورجعت هذيك الساعه عندي، الفنانه كلهم اللي تما عرفتي ما نقولش ليك، يعني كيصيفطوا لي زوديو ديال الناس كتبكي عليا والناس برانيين، يعني مثلا مرات اكزوم اللي هو موشي اللي جا زوج ديالي في بابا علي كتبكي عليا وما نعساتش ما كنعرفهاش، يعني ما فهمتي، يعني فقط انه هو كيقول ليها عليا، فاكتشفت اي درجه ناس طيبين معايا وشحال تيبغيوني، والله القسم مرغم الحر يعني والالام راه انا سعيده بالناس وسعيده بكم جميعا وسعيده بكاع الناس اللي كيبغوني وحتى اللي ما تيبغونيش، وتنقول للجميع شكرا، والهلا يعطيكم ما يضركم يا ربي كلكم، يا ربي الهلا يعطي شي واحد ما يضره، واللي عنده صحته وياك يطلب شي حاجه اخرى، اللي عنده صحته في هذه الدنيا راه بركه قسم بالله، لان كتشوف الدنيا كلها هي عندك وما عندك ما دير، فتنطلب للجميع كلهم الناس كنطلب لهم الصحه والسلامه، وتنتم تشكركم على الزياره ديالكم وشكرا بزاف.